رايدر، وأخيرا أنت هنا. دجاجة الشرف مفقودة. سنجدها يا عمدة جودوي، لكن هيا ننزلك أولا. واو، كماشة. سوف أساعدك بهدوء. هكذا. شكرا يا رايدر. شكليتا قدمها صغيرتان ولا يمكن أن تكون ابتعدت. المخبر تشيس، ابحث عنها بنظارتك. رو رو، الرؤية الليلية. ماذا تفعل هذه السناجب بآلة صنع الفشار؟ وجدتم آلتي. دورية المخلب دائماً ينجزون المهمة. حقيقي، لكن دجاجتي ما تزال مفقودة. شكليتا، شكليتا، تعالي هنا يا عزيزتي. ما هذا؟ طعام دجاج؟ حبوب الذرة؟ الدجاج يحبها. عمدة جودوي، تظنين أن شكليتا صنعت هذا الأثر من الذرة؟ أطعمها طعاماً متوازناً يومياً، لكن دجاجتي لديها شهية كبيرة جداً. آثار الذرة تقودنا إلى مسارات الإطار. والمزارع آل أحضر بعض الطعام هذا الصباح. سكاي، طيري فوق المزرعة وابحثي عن شكليتا. هذا جرو يجب أن يطير. رايدر، وجدت المزارع آل وغادر للتو مزرعة يومي. أحسنتِ يا سكاي. ربما تشكليتا في الأسفل. نظارة. هذا سوارها. رايدر، وجدت تشكليتا مع دجاج المزارعة يومي. أحسنتِ يا سكاي. نحن في طريقنا. انظروا إلى هذه الزجاجة. يبدو أن بها شيئاً ما. زجاجة بها رسالة؟ نعم. لابد أنها دفنت في النفق. إنها خريطة قديمة. خريطة كنز الكرسان؟ يمكن، لكن جزء مفقود. لا يوجد علامة تحدد المكان الذي دفن به الكنز. يبدو أن لدينا لغز. سوف نحتاج جميع الجراء كي نحل هذا. خريطة كنز الكرسان. ربما تكون هذه أكثر مغامرتنا إثارة. سكاي، روكي، مارشل، قابلونا عند الشاطئ أسفل الجرف. هل وجدتم حقا خريطة كنز؟ نعم، انظري إليها. واو، لم أرى أبدا خريطة كنز حقيقية من قبل. حسنا، لن نعرف إذا كانت حقيقية حتى نجد الكنز، ولن نجد الكنز حتى نجد باقي الخريطة. ماذا حدث لباقي الخريطة؟ الكابتن بلاكفور خبأ جزئين من الخريطة. اسمعوا، هناك كنز كبير ينتظرك. يا من تجد الخريطة الممزقة إلى ثلاثة، وانظروا، هناك مفتاح للجزء التالي. جزء الخريطة الذي تريد بداخل منقار الببغاء الكبير. الببغاء الكبير في خليج المغامرة؟ هاي، تلك الصخور الموجودة أسفل جبل جاك تشبه الببغاء. نعم، هيا نرها. حسناً يا جراء، هيا نرى ماذا سنجد. سأبقى هنا لأحرس ممتلكات القرصان. حظاً طيباً. تلك الجراء لا يوجد مثلها مطلقاً. رايدر، أخشى أن لدي أخباراً مزعجة جداً. تاج براكنبرغ الملكي قد اختفى اليوم. وكذلك جرو المفضل سابقاً تشيس. بالتأكيد، لأنه سرق التاج. تشيس؟ لا، هذا مستحيل. وكنت أظنه جرواً جيداً. هو كذلك. سنحضر ونثبت أنه لم يفعل ذلك ونجد تاجك. دورية المخلب للدورية الطائرة. رايدر يحتاجنا. قد أصبحت ملك التدمير. هيا
أخبار سيئة يا جراء، تشيس مفقود. أو لا. أعرف كيف تشعرون، لم نفقد جرا من قبل ولن نبدأ هذا الآن. سنجد بالتأكيد يا صاحبي مهمة غير عادية تحتاج سيارات ومعدات غير عادية يا أصدقائي. هذه هي بعثة المخلب. واو، بعثة المخلب. الكلب الآلي ضعنا في وضع التسلل. مرحبا بكم في مقرنا الجديد تحت الماء يا جراء. فلنستعد بأسلوب بعثة المخلب. حسناً يا جراء، يجب أن نجد تشيس والتاج المفقود. لكن بريكن بيرك كبيرة جداً، من أين نبدأ؟ ربطة عنق تشيس ترسل إشارة لتحديد المكان. يبدو أن جهاز تشيس في مكان ما في القلعة. أجل يا مارشل، سنذهب لهناك. بمجرد أن ندخل سنحصل على إشارة أقوى، لذا سنتمكن من تحديد مكانه. أريد للمهمة روكي. ستستخدم رادار المسح الضوئي الذي يمكنه الرؤية خلال جدران القلعة. واو، الأخضر يعني انطلق انطلق انطلق. وإذا احتجت لهدم جدار، مارشل القاذف المائي الجديد الخاص بك يطلق الماء بقوة. أنا مستعد لل إنقاذ. حسناً، بعثة المقلب انطلقوا. بعثة، هيا 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 هيا. أرجوكم آخر الطريق. كورنيليوس عود إلى هنا. شكرا على هذه الجولة. جيد، عمل جيد، لكن ما زلت لا أعرف كيف تحرر كورني. أعرف شخصاً يحب كرة الخيط. الحقيقة 6 أشخاص. أتشو، بالتأكيد قطط. سكاي، أي أثر للدمى المحشوة؟ ليس بعد، انتظر، أرى بعض الحشو الهش يقود إلى الملعب. أحسنت يا سكاي، يبدو أنها من داخل الحيوانات المحشوة. هيا يا تشيس إلى الملعب. انظر ماذا وجدت. تماماً كما فكرت، فريق القطط وراء كل هذا. رار، مكبر الصوت. انتباه يا قطط، ابتعدوا عن الأرانب الدمى. القطط تهرب مع بعض الأرانب المحشوة. رابل، اجمع الحيوانات المحشوة وأحضرها لكي يستمر المهرجان. جروف مليء بالأرانب المحشوة، رائع. تشيس، سكاي، يجب إمساك القطط. رايدر، القطط تعود للمهرجان وتتجه إلى قلعة القفز. أحسنت يا سكاي. حسناً، حان وقت مجموعة القافزين التالية لتأخذ دورها. سأنقذك. رايدر، حمداً لله أنك هنا. كارثة خطيرة تتطور، هذه القطط تنجرف بعيداً. فلينقذ قطتي شخص ما. زوما، نحتاجك في الخليج لإنقاذ قلعة هاربة. هيا لنغوص. ترى ما الذي أخر لوك؟ أميرة، بحثت في غرفته وبحثت في كل القلعة، لم أجده في أي مكان. أين ذهب؟ لا، لوك ستارز مفقود. نعم، لكن العرض يجب أن يستمر معي كنجمة. سأتصل بدورية المخلب. مرحباً سيد إيرل، أكل شيء جاهز للحفل؟ ينقصنا جزء مهم جداً، لوك ستارز، لا أجده في أي مكان. سنكون هناك في أسرع وقت. لا توجد نجمة مفقودة ولا جرو صغير. دورية المخلب، إلى الدورية الطائرة. رايدر يحتاجنا.
شيكليتا تعرف كيف ترقص وتغني. دورية المخلب مستعدة يا سيد رايدر. شكرا على حضوركم سريعا، سنسرع إلى باركينج بيرغ. لوك ستارز مفقود. لا تقل هذا. هذا وضع خطير للغاية، لذا يا جراء استعدوا لمهمة المخلب. أيها الآلي ضعنا في وضع التسلل. وقت الاستعداد بأسلوب مهمة المخلب. حسناً يا جراء، الأميرة دعت لوك لتناول الشاي لكنه اختفى. هذا ليس طبعه، لوك مهذب جداً. أنت محقة، لابد أنه مفقود. مهمتنا أن نجده ونتأكد أنه بخير، ولهذه المهمة سأحتاج سكاي. أريدك أن تستخدمي دراجتك للبحث عن لوك. هذا الجرو يجب أن يطير. رايدر، حمداً لله أنك هنا. عودي يا بيتي. وقطتي ما تزال حتى الآن مفقودة. دورية المخلب ستجدها. تشيس، اجمع الأغنام. رار، الأقماع. رار، مكبر الصوت. انتباه يا خراف، من هنا أرجوكم. أحسنت يا تشيس. حسناً يا روكي، وقت إصلاح السياج. كماشة. مطرقة. كيف كسر السياج هكذا؟ لست متأكداً، لكن أغنامي صلعاء وملونة بألوان مختلفة. مؤكد هناك شيء خاطئ. انظر. أعرف ماذا حدث. أغنامك أفسدت متعمدة تلك الآلة لتخيف قطتي المسكينة. لا أعرف بشأن هذا، لكن شيئاً غريباً قد حدث. هيا قدها يا تشيس. أغنامي المسكينة، بدون صوفها سوف تتحول إلى أغنام مجمدة. يجب أن نطفئها. أوه يا روكي، أنا لدي فكرة، فلتعد لصالون الحيوانات. فكرة جيدة في الحال. ما زلت لا أعرف كيف تحطم هذا السياج. من يهتم؟ يجب علينا أن نجد قطتي المسكينة. تشيس، هل شممت رائحة؟ أتشو. بالتأكيد قطط. أتشو. ما هذا؟ مؤكد قادم من الآلة. أها، المزيد من الأدلة على أن تلك الأغنام وهذه الآلة أخاف قطتي. إلى أين ذهبت؟ أخبروني. لقد كانت القطة هنا بالتأكيد يا رايدر، وبعض الخيط أيضاً. انظر، كيف يمكن لكمية خيط وثلاث قطط أن تختفي؟ هل سمعت شيئاً؟ وجدناها، الآن ننزلها. يجب أن نسرع. انظر، هذا الغزل سيقع في أي دقيقة. سنحتاج مساعدة. سكاي، نحتاجك في الوادي. حالاً، هذا الجرو يجب أن رايدر، حمل آخر مفقود. يبدو كأن شخصاً ما يصنع الفتحات في سياجي. هذا ليس جيداً، سنأتي في الحال. لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. انتظروني. كان أصعب مما يبدو. أظن هذا يستحق نجمة ذهبية. هل حصل أحد على واحدة؟
دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر. شكرا لإسراعكم يا جراء. المزارع آل يحتاجنا. هناك فتحات في سياجه، وهذا يجعل الحملان الصغيرة تهرب، ويجب أن نجد الحمل المفقود ونعرف من يصنع الفتحات. المخبر تشيس، أحتاج طائرتك للبحث عن الحمل الضائع. المخبر تشيس يتولى المهمة. روكي، عليك إصلاح فتحات السياج، وأحتاج مهاراتك في صنع زي تخف مميز. لا تفقده واستخدمه. ولكن لمن الزي؟ مارشل، ليتمكن من الدخول بسرية كأحد الأغنام. يجب أن تعرف من يصنع تلك الفتحات. سوف أنطلق. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات رو رو رو. هيا 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 المخلب. هيا 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 هيا. تشيس رو. هيا 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 المخلب. هيا 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 مارشل. هيا 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 هيا. دوريا المخلب. جراء، هناك خلط في الطرود. العمدة حصلت على حيوانات بدلاً من الألعاب النارية. ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ألعاب نارية مفقودة، يجب أن نجدها لأسباب أمنية ولأسباب مشاهدة الألعاب النارية. الجميع متشوق للعرض، لكن يجب أن نجد الألعاب النارية والحيوانات الستة. ربما ذهب حيوان صغير إلى السوق. وي 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 وي. مارشل، ابحث عن الألعاب النارية. إذا لم نوصلها إلى الكابتن توربيت، لن يكون هناك عرض. أنا سأنطلق. تشيس، أريدك في مبنى البلدية لمحاصرة دورية الحيوانات. تشيس يتولى المهمة. سكاي، أحتاجك للمساعدة في البحث عن الحيوانات. هذا الجرو يجب أن يطير. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات. هيا 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 هيا. مارشل. هيا 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 هيا. دوريات. هيا 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 هيا. تشيس. هيا 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 هيا. دوريات المخلب. أهلاً عمدة جودوي. رايدر، الطيور المغردة اختفت، وكذلك لحن الربيع. هذا غريب، ألم تضع بيضها؟ وضعت، لكن لا توجد طيور ليفقس البيض. كارثة. سنجدها يا عمدة، لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. كيف وصلت هنا بسرعة يا مارشل؟ قوة الزهرة. دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر. شكراً على الإسراع يا جراء. العمدة جودوي تحتاجنا في الحال. الطيور المغردة وضعت بيضاً ثم اختفت بطريقة غامضة. مارشل،
أريدك أن تتسلق إلى أعلى لتضع بطانية على البيض ليبقى دافئاً. أنا سأنطلق. المخبر تشيس، أحتاج طائرتك وأدوات البحث لإيجاد الطيور المفقودة. المخبر تشيس يتولى المهمة. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات، هيا هيا. واو واو. دوريات، هيا هيا. رو رو رو. هيا هيا هيا. مارشال. هيا 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 هيا. دوريات. هيا 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 هيا. هيا هيا تشيس رو. هيا 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 هيا. دوريات المخلب. الأثر الذهبي اختفى. الجميع انتشروا وابحثوا عنه. رايدر، كارلوس، ها هنا، وجدت أثار مخالب. لم أرى شيئا كهذا. واو، لديه مخالب كبيرة جدا. الأثر مفقود وحيوان ذو مخلب كبير كان هنا. المخلب أخذه. مخلب ذو فم كبير ليحمله. إذا كان المخلب لديه فم كبير، لابد أن لديه أسنان كبيرة أيضاً. عملاق! لا نعرف ما هو الكائن، لكن أثر بهذا القدم يجب أن يكون في متحف، ويجب أن نعيده. دورية المخلب للدورية المتنقلة. رايدر يحتاجنا. واو 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 واو. احترق! احترق يا مارشال، احترق! واو! هاي، سقوط على الوجه. دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر. جراء، شيء غامض يدعى المخلب الكبير أخذ الأثر ودمر موقع الحفر، لذا سأحتاج روكي. أريدك أن تساعد كارلوس في إصلاح موقع الحفر. الأخضر يعني انطلق. سكاي، ابحثي من مروحيتك عن الأثر والكائن الذي أخذه. سأحلق في السماء. تراكر، أريدك أن تسمع الكائن وتبحث على قمم الأشجار. كلي آذان. I'm all ears. دورية المخلب، انطلقوا. دوريات. هيا هيا روكي. هيا 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 هيا. المخلب. هيا 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 هيا. تراكر. هيا 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 هيا. دوريات المخلب. دورية المخلب مستعدة يا عذراً، سأمر يا السيد رايدر. شكراً لقدومكم سريعاً يا جراء. لدينا مشكلة ضخمة للغاية. أين فريق السلة؟ العمدة تحتاج لفريق ليلعب كرة السلة ضد فريق قاع الضباب. نعم، العمدة همدنجر يظن أن فريقه لا يهزم. سنبذل جهدنا يا عمدة. هذا كل ما أطلبه. وأيضاً الفوز لن يكون سيئاً. لدينا يوم واحد لنستعد.
تشيس، أريدك أن تستخدم صافرتك ومكبر الصوت وأقمع المرور لتدير التدريب. تشيس يتولى المهمة. مارشل، سأحتاج أدواتك الطبية مع الماء والثلج لنتأكد ألا يصاب أحد بالإنهاك. أنا مستعد لي. وو الإنقاذ. باقي الجراء، هيا فلتكون الفريق. لن نضيع وقتا غاليا. دورية المخلب، يجب أن أنت رايدر، ماذا يحدث الآن؟ دورية المخلب، انطلقوا. دوريات، هيا 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 المخلب، هيا 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 هيا. دوريات، هيا 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 هيا. العمدة. أوه، ما الذي ننتظره؟ هذه حالة طارئة. أو تشيس، هل تشغل صافرة الإنذار؟ أحب هذا. العم أوتس؟ آسف على إيقاظك يا رايدر، لكن كوخي قد تحطم. هذا فظيع، كيف حدث؟ لم أرى، لكن يبدو كأن شيئا كبيرا مر خلاله. جاك، إيفرست، هل هناك شيء؟ أكيد، المرصد اختفى. واو، حسنا إذن، لدينا مبنى مفقود وآخر يحتاج إعادة بناء. يبدو أنها مهمة بناء ضخمة. صحيح، لكن لا توجد مهمة بناء كبيرة ولا جرو صغير. دورية المخلب، وقت الإنقاذ الفائق. رايدر يحتاجنا. انتظروني. أكثر هزيمة مريحة. دورية المخلب مستعدة يا سيد رايدر. مع معدات البناء. شكراً على استيقاظكم مستعدين. لدي بعض الأخبار السيئة. أولاً، شيء حطم كوخ العم أوتس. العم أوتس مسكين. وأيضاً المرصد مفقود. أوه لا، مفقود؟ لكن كيف؟ لا أعرف، لكن سنحتاج كل الجراء لإعادة بناء الكوخ وللبحث عن المرصد. وبسرعة، وإلا فلن نرى المذنب الليلة. بالضبط، لهذا السبب هذه مهمة بناء فائقة. أحتاج إلى خبير في البناء ورائع في قيادة الفريق، وهذا الخبير هو رابل. وعربة البناء الفائقة. رابل يأتي مسرعاً. هذه مهمة كبيرة، لذا سأحتاج بقية الجراء ليكونوا فريق رابل. حسناً، دورية المخلب سوف تنطلق. دورية المخلب مستعدة يا سيد رايدر. شكراً يا جراء، يجب أن نوقف الفريق الجوي لإسقاط الطعام. سيد بورتر فقد جهاز التحكم، والآن لا يمكنه منع الطائرات من إسقاط الطعام. تبدو أنها مهمة فوضى، لا أؤمن في تنظيفها. مهمة الدورية حماية خليج المغامرة من مطر الطعام وإيجاد جهاز التحكم. حسناً، لكن هذه الطائرات تطير في كل مكان، لهذا تحتاجون إلى معداتكم لتطاردوها. روكي، ستمسك بالطعام في الهواء قبل أن يصدم الناس. الأخضر يعني أمسك الطعام الطائر. رابل، ستستخدم لوحك لتدفع بالطعام الطائر بعيداً. رابل سيسرع بطلب من البطاطس. مارشل، ستستخدم مدفع الماء لتدفع به بعيداً أي فوضى. أنا منطلق إلى الطعام. هذه أفضل مسحة لذيذة. حسناً،
دورية المخلب انطلقوا. هيا 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 المخلب. هيا 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 مارشل. هيا 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 روكي. هيا 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 دورية المخلب. وبالطبع البطل الحقيقي يقدم للعمدة القليل ليتذوقه. مدفع الماء. تم التنظيف. لا شيء يتجاوز ربل ما عدا الجزر المفضل لدي. أفضل إنقاذ على الإطلاق. نعم رايدر، إنها المهرة برسيلا، إنها مفقودة. بحثنا في كل مكان. مفقودة؟ أو لا، الأفضل أن نجدها وبسرعة. لا توجد مزرعة كبيرة ولا مهمة صغيرة. دورية المخلب للدورية المتنقلة. رايدر يحتاجنا. واو. انتظروا، أين مارشل؟ احترسوا. إنها خيمة جراح. دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر. آسف على مقاطعة إفطاركم. فاتني الإفطار. أخبار سيئة، برسيلا الصغيرة مفقودة. أوه لا، أين ذهبت؟ سؤال جيد، غادرت برسيلا في الليل، لذا ربما تكون ابتعدت. لكن من الخطر أن تبقى في الخارج بمفردها بدون طعام أو ماء. من أين نبدأ يا رايدر؟ بالبحث عن آثار حوافر. المحقق تشيس، سأحتاج لك لتجد رائحة أثرها وعربتك كي تذهب لهناك. المحقق تشيس الخارق يتولى المهمة. سكاي، ربما برسيلا ذهبت لأي مكان، لذا نحتاج نظاراتك للبحث من أعلى. هذا الجرو يجب أن يطير. دورية المخلب انطلقوا. دورية. هيا 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 تشيس. هيا 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 المخلب ها هنا. تشيس، اجمع الخنازير المفقودة وسنساعد السيدة وينغنات. النظارات هنا يا خنازير، تعالوا. ها؟ لا شيء، أين تختبئ الخنازير؟ رايدر، ماذا سنفعل للعمدة جودوي؟ سأراقبها بينما تحرر السيدة وينغنات. سأفعل يا رايدر، سوف تقل المشاكل والفضل لرابل. شكرا يا رابل. كيف حال قضبك؟ ملطخة بالوح لكن بخير. ما هذا؟ ها أنت ذي، اضطررت للتحدث بلغتك، والآن كيف علي أن أعيدك إلى حظيرتك؟ سوف أوصل هؤلاء الصغار. من هنا يا رابل. هل يجب أن نوقظ العمدة؟ إلى أين
ذهبت. ها هنا يا جراء. انظروا، العمدة تنزل البراميل. رابل، ادفع بآلات القش للعمدة. أمره. حسنا، ما الذي يحدث؟ هي أفضل في أعمال رعاة البقر وهي نائمة. ها هي ذي، ركوب مزدوج. ووهو! إنها أفضل راعية بقر رأيتها. تشيس، إنها في اتجاه أوسكار والشيكليتا. حسناً يا رايدر. لذيذ، هذا رائع يا كيتي. شكرا، تجربة واحدة؟ لا أظن أن كالي تستمتع معنا. حسنا، أحيانا تحتاج وقتا طويلا لتعتاد على مكان جديد، وبدون لعبتها مؤكد تفتقد البيت. أنا أعرف، هيا نبحث عن لعبة مسلية أخرى، ستكون مفاجأة لكالي. فكرة جيدة يا إيفرست. كالي سنعود. انظري يا كالي، سنلعب لعبة التأنق. نعم، ماذا سترتدين؟ كالي، أين ذهبت؟ كالي، أين أنت؟ هي، وأين قبعتي؟ يوجد فتات بجوار الباب، أظن أن كالي خرجت. أوه، كالي سلكت هذا الطريق، وجدت فتاة هنا. أحسنت يا إيفرست. كالي، كالي عودي، تعالي يا قطتي. كالي، كالي أين أنت؟ أين ذهبت؟ الجو أصبح باردا ومظلما، يجب أن نجدها بسرعة. أوه، لا أجد المزيد من الفتاة. أو لا، كيف سنجدها الآن؟ سأتصل بدورية المخلب. أهلاً يا جراء. أهلاً رايدر. هاي رايدر. أهلاً كيتي، كيف يسير الحفل؟ انتهى، كالي هربت بمكان ما في الغابة، يجب أن نجدها. كاتي قطة مدينة، والغابة ستكون مخيفة جداً في الظلام. اطمئن، لا توجد غابة كبيرة ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. واو، فراش الجرو مليء بالانحناءات. أهلا كارلوس، يوم ميلاد سعيد. شكرا لك يا صديقي. أتريد رؤية الكعكة العملاقة؟ هل قلت عملاقة؟ إنها نكهتي المفضلة. كدت أنسى كم هذا المكان جميل. واو، لكن يبدو كأن هناك شيء مفقود. صحيح؟ نعم، زينة جميلة. إنه مدهش، سأعلق شرائط. أوه، كابلات. حركة رائعة يا تراكر. أنت بهلوان حقيقي. ما الذي تنظر إليه يا صديقي؟ أو لا شيء، كنت أتمنى لو أرى ساعي البريد. يفترض أن يسلم هديتي لكارلوس. ما هي؟ لن أقول، أريدها أن تكون مفاجأة للجميع. هذا لطيف يا تراكر، لكني لا أحتاج هدية. يسعدني أن الجميع موجود هنا يحتفل معي. اطمئن يا تراكر، ساعي البريد يحضر البريد في الموعد. نعم، سوف تصل. اطمئن. واو، أوه لا، يجب أن تنتبه. لا
لا أريد أن يتأخر توصيل الطرد مطلقاً. هل يمكنك تعليق هذا؟ بالتأكيد. جناحين. هذه الألوان الزاهية رائعة. أتمنى أن البالونات تطير. واو، انظر لهذه الشرائط. شكراً. وما رأيك أيضاً في البالونات؟ ها؟ إنها حقاً خفية. ها؟ لكنها كانت هنا. عصفت بها الرياح. اطمئنوا، أحضرت الكثير وستجهز حالاً. هل سمعتم هذا؟ يبدو كأنه صرير إطارات. أظنه ساعي البريد. إن هذا يحل لغز البالونات المفقودة. لكن ليس لغز ساعي البريد المفقود. ترى أين ذهب؟ ممتاز يا جراء، أحضرتم الفراشات لطعامها. هيا نعد لخليج المغامرة. هل أبقى لفترة أطول يا رايدر؟ الطيران مع الفراشات ممتع جدا. رايدر، جراء، شكرا ثانية على إنقاذ تشيكليتا. من يظن أن الفراشات يمكن أن تسبب هذه الفوضى؟ على الرحب يا عمدة. تذكري، إذا كنت في مشكلة فقط للمساعدة. رايدر، ها هنا. وجدت شيئاً يا تشيس؟ عرفت لماذا طارت الفراشات إلى المدينة. زهرة من شجيرة الفراشات. هذا يشبه النبات الذي أحضره العمدة هامدينجر. إذن هو من نقل مصدر طعام الفراشات. رايدر، لقد وجدت شيئاً في طريقي، يجب أن تأتي. توقفي، توقفي عن المواء يا قطط. صاحبي، ما سبب هذا العواء؟ لا أعرف، لكننا وجدنا الشجيرة المفقودة. يوجد صوت آخر، ويصعب سماعه بسبب تلك القطط. أوه، جميل. إنها الفراشة المفقودة، كانت في الشجيرة كل هذا الوقت. احترسي يا فراشات، وقفزة لطيفة اقفزي. هيا نهتم بهذه الفراشات. سوف أمسككم وأنا أطير. لديك إعادة زراعة يا عمدة هامدينجر. أوه، أنا سوف أعيدها، ولا أريد رؤية الفراشات الملكية ثانية. من الآن كل ما سأزرعه في حديقتي هو الحشائش. يكفي هذا، الفراشات اختفت. توقفي. أيتها المستكشفة، سأعيدك لأصدقائك. دورية البحر مستعدة للعمل يا كابتن رايدر. جيد، لأن العجلة الدوارة مفقودة. لا، يجب أن نجدها ونعيدها. لهذه المهمة سأحتاج سكاي. استخدمي طائرتك البحرية للبحث عنها من الجو. سأحلق في السماء. تشيس، أريدك أن تبحث عن أدلة في الماء بقاربك. تشيس يتولى المهمة. وزوما، لأنك في مهمة حراسة، أريدك أن تبعد الناس عن الركيزة المكسورة. هيا لنغوص. حسناً، دورية البحر، انطلقوا. انطلق أيها الآلي. الكلب الآلي، خذنا إلى البحر. هيا 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 هيا. تشيس، سكاي، استعدا للانطلاق. تشيس، هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا سكاي هيا هيا رايدر، ماذا حدث للعجلة الدوارة؟ حسناً، الطقس كان هادئاً ولم تجرفها الرياح. أظن أن أحداً أخذها. من قد يفعل شيئاً كهذا؟ شخص يأخذ الأشياء دائماً ولديه سفينة كبيرة لتشد الركيزة وتسحب العجلة الدوارة. شيء مثل كل الجراء على السطح. دورية البحر، راقبوا بحرص القرصان السيء سيد سواش باكل. سنفعل يا رايدر. أهلا كيتي، كيف حال القطتين؟ ليس جيدين يا رايدر، لقد ضاعتا. ماذا؟ كيف؟ رجل مريب استدرج كالي خارج عربة القطار، لذا ركضت خلفها، وعندما عدت لم أجد القطتين. القطتان مفقودتان؟ لا، رايدر افعل شيئا. هذا ليس كل شيء، نفس الرجل فصل القاطرة وابتعد، والآن أنا وكالي عالقتان في عربة القطار المنطلقة. تماسكي، نحن في طريقنا وسنجد خاطف القطتين ونعيد القطتين. لا، إنه عمل بوليسي كبير. أنت محقة، سأحتاج قوة الجراء البوليسية في هذه المهمة. دورية المخلب، حان الوقت للإنقاذ الفائق. رايدر يحتاجنا. دخول مناسب للسجادة الحمراء. دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر بأسلوب بوليسي. شكراً على حضوركم سريعاً. القطتان الملكيتان كانتا ستصلان هنا. كانتا؟ ماذا تعني يا رايدر؟ فقدتا. ليس هذا فقط، أحدهم سرق القاطرة وترك كاتي وكالي في عربة القطار. أولى. سوف نحتاج إلى الجميع لكي نحل هذه القضية. بالضبط، لهذا السبب سيكون إنقاذاً بوليسياً فائقاً. لذا سأحتاج تشيس. أنت الجارو البوليسي، لذا أريدك أن تقود المهمة وتساعد الآخرين ليكونوا مثلك. علم هذا، تشيس يتولى مهمة الإنقاذ الفائقة. رائع، أيضاً أحتاج سكاي. كاتي وكالي عالقتان، استخدمي مروحيتك لرفعهما إلى الأمان. هذا الجارو يجب أن يطير. وأريد من البقية أن يساعدوا أيضاً. هذه المخالب تحافظ على القانون. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. حسناً يا قطط، حان وقت تنفيذ خطاتي. الآن أشتت انتباه الجراء بتقليد الشهير لإوزة برية في مشكلة. هون 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 هون. هل هذا الصوت لنوع من الإوز البري غريب الصوت؟ غريب؟ ربما هي في مشكلة. هيا. لا أرى أي إوز. سمعنا واحدة، لابد أنها في مكان ما. أظن الإوزة طارت. السيارة اختفت. كل ما تبقى هو زيت المحرك. ما الخطب يا سكاي؟ شخص ما أخذ الهدية. تونة. من يحب التونة؟ القطط. مؤكد العمدة همدينجر. كيف سنعيدها قبل حفل ميلاد إيس؟ سنطلب دورية المخلب بالطبع. ما الأمر يا روكي؟ هدية إيس اختفت، ونظن أن همدينجر وقطته أخذوها. اطمئن، ليس هناك سيارة ستختفي ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. احترس. حسنا،
الزيت الجيد مفيد. دورية المخلب مستعدة يا سيد رايدر. شكرا على حضوركم سريعا. نظن أن العمدة همدنجر أخذ هدية إيس. يجب أن نعيدها قبل الحفل، ولهذه المهمة سأحتاج سكاي. أريدك أن تستخدمي نظارتك للبحث عن السيارة. سأحلق في السماء. وتشيس، بمجرد أن نجدها استخدم أقمعك لسد الطريق وإيقاف السيارة. تشيس يتولى المهمة. حسناً، دورية المخلب انطلقوا. ها هم جميعاً. لا، نفقد واحداً. من؟ هل تظن أن رخصة الجراء ستساعدك لتجد سلحفاة؟ إنها نجمة تدغدغ بقوة. أعتقد أنها تحب اللعب. هي الطريقة الوحيدة لنبقيهم في مكان واحد. ها؟ يجب أن يكون هناك شلال أو مياه جوفية تجلب المياه للبركة. ها؟ يوجد وحل هنا. ما الأمر يا رابل؟ مؤكد هذا هو بيت السلاحف. أحدهم لا يزال هنا. ماذا يحجز المياه؟ أها، احفر حفرة جديدة تسمح بدخول المياه للبركة ثانية. رابل يأتي مسرعا. اطمئن يا صاحبي، كل أصدقائك سيعودون إلى البيت. متنزه مائي للسلاحف طريقة رائعة لمنعهم من الهروب. وقت اختبار الزلاجة المائية. هيا يا تشارتل. آسف، بيرتل. غواص رائع. لا شيء بعد، يجب أن أحفر أعمق. نجحت يا رابل. نجحت بالفعل، أكثر من اللازم. الأفضل أن تخرج من هنا، إنها تمتلئ بسرعة. الحفار لا يعمل، دخلت المياه في المحرك. زوما، تشيس. تشيس هنا. أحتاجكما عند بركة يومي على الفور. هيا ننطلق. رر. رر. الطائرة الآلية. ياه، هناك شيء أحمر. أطول شجرة، مكان رائع ليختبئ فيه الببغاء. سلم. أظن رأيت شيئا أحمر. إنها زهرة حمراء. ماندي، عد هنا. شيء أحمر، شيء أحمر. ها؟ ذلك ليس ببغاء، إنه ضفدع صغير. هناك شيء أحمر. مارشل، هل فقدت قبعتك؟ أخذها ماندي، وكل مرة أحاول أخذها يضع موزة في فمي. رأيت؟ رايدر، أرى طائراً أخضر. نسر. مناورة مراوغة. سكاي، أنت بخير؟ نعم، لك
كنت أنتهي. انتظر لحظة، ماتيو ببغاء لونه أحمر وأزرق، أظنني وجدته. إنه يتجه للأطلال. في طريقنا يا سكاي. راو، طائرة التجسس. راو، انطلاق. مستعد دائما يا رايدر. مرحبا، أيوجد شبح هنا؟ ربما هو مشغول. هيا نعرف ماذا يحدث. آسف، فقط معدتي تهدر. هذه ليست رائحة شبح. ما هي رائحة الشبح؟ مخيف. رابل، أين ذهب؟ أكله الشبح. رايدر، إنه لا يزال هناك وليس بمفرده. لست بمفردي رايدر. استمر يا رابل، سنأتي. أنا سأنتظر هنا. أسرع. يبدو أن رابل خلف هذا الجدار. آها. رايدر النجدة، أعني لم أكن خائفا. اطمئن يا رابل. واو، غرفة سرية، رائع. ها، ما هذا؟ واو، تبدو كأنها فئران. هذا يوضح غداءك المفقود. انظروا، الفئران تجعل اللوحات تتحرك وتجعل الضوء يومض. وهذا الباب يدور. كنت أعرف أنه ليس شبحا. لا أعرف مما خفتم يا رفاق. هذا يدغدغ. رايدر، لقد عاد ضيوف بيتي. حسناً يا روكي، أنا في الطريق. تسعدني رؤيتكم، انظر ماذا حدث للبيت. كانت الرياح قوية بالأمس. ليس بهذه الدرجة، وسمعت عواءً ثانية بالأمس. اطمئني يا يومي، سنعرف ما الأمر. أهلاً يا رايدر، ما الأمر؟ رابل، نحتاج جاروفك لبناء بيت من الأحجار. مسرعاً. يبدو أن هذا البيت قد أكل أيضاً يا رايدر. هذه المرة آثار الأسنان كبيرة جداً. أسنان كبيرة كالموجودة عند ذئب كبير؟ الذئاب لا تأكل الخشب وأيضاً الأبقار، لذا ليست متينة هذه المرة. إذن من يصنع تلك الآثار؟ إنها كبيرة. هل طلب أحد أحجاراً؟ شكراً. روكي، هل تساعد رابل؟ أي شيء من أجل أصدقائي. ووه، كماشة. جاروف، هيا نبني. تشيس، تتبع الآثار بالطائرة. فكرة جيدة. رو، الطائرة. رو، اطلاق. الطائرة وجدت شيئاً. شيئاً له مؤخرة كبيرة وذيل. هيا نذهب. إنه تشامبي. لابد أن ذيله هو ما صنع الآثار الكبيرة. إنه يكبر سده، والسبب واضح. تشامبي يكون عائلة. هذا يفسر الأفرع المفقودة. رائع يا تشامبي. دورية المخلب، جيد أنكم هنا لتجدوا عرشي وأسوتي الجميلة. روكي، استخدم الرادار الماسح لتجد أي أدلة. سنفعل. واو، رادار المسح. لا يوجد شيء مريب بعد. هاي،
وجدت فتحة سرية في السقف. ربما سارق العرش تسلل من هنا. شكرا يا روكي. سكاي، وقت البحث الهوائي. ابدأي من سقف القلعة. هذا الجرو سيذهب لأعلى. هذا غريب. يخبرني جهازي أن الدورية الطائرة أقلعت للتو. من يطير بها؟ أرى العرش، إنه على السطح، لكن لا أثر لسويتي. ها؟ ماذا تفعل الدورية الطائرة هنا؟ رايدر، الدورية الطائرة أخذت العرش. استمري في تعقبها لنعرف ماذا يحدث. علم هذا. رايدر، اللصة هي سويتي. أنا الملكة سويتي، لأني الآن لدي عرش باركينج بيرغ، وطياري الآلي بازبي سيأخذني إلى مملكتي الخاصة. سأكون مالكة في أي مكان أهبط فيه. هذه الجروة لن أقوم بفرك معدتها الليلة. بعثة المخلب خلفك يا سويتي. سكاي، ابقي مع الدورية. أبذل جهدي لكنها سريعة جدا. الكلب الآلي، انطلق بسرعة. كابتن باسبي، هيا نتخلص من الجروة وطوافتها. أنت بخير يا سكاي؟ نعم، كان ذلك وشيكا. أرأيت في أي اتجاه ذهبت؟ أعتقد تتجه للجنوب الغربي. إذا ذهبت من هذا الاتجاه فستأخذ الدورية الطائرة إلى الغابة. انطلق أيها الآلي. أهلاً تشيس، ما الأخبار؟ رايدر، مارشل وبيته تقلصا وهما مفقودان. هذا ليس جيداً. حسناً، لا توجد مهمة كبيرة، لكن صحيح مارشل الآن صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. إنهم الجراء في طريقهم لنقطة المراقبة. أنا سأذهب أيضاً. انتظروني. لا، سيصعدون بدوني. دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر. شكراً يا جراء. مارشل أصيب بأشعة التقليص وهو الآن صغير جداً. يجب أن نجده. في هذا الحجم لن يكون قد ابتعد عن البرج، لذا سأحتاج المخبر تشيس. السير على العشب مخاطرة، لذا أحتاج إلى طائرتك لتبحث عنه. المخبر تشيس يتولى المهمة. رابل، أريدك أن تقرب المغناطيس الكهربائي إلى العشب لتلتقط شاحنة مارشل. رابل يأتي مسرعاً. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات، هيا 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 المخلب، هيا 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 هيا. هذه ستكون أقصر رحلة لإنقاذ أقصر جر. هذه البنية تلي، لا تكسي الكنز الذي بداخلها. قطة مشاغبة. لا. أوراق وطيور. طبيعة. سكاي، العمدة هامدنجر يتدحرج للوادي. جربي إمساكه بالحزام. هذا الجرو يجب أن يطير. تمسك يا عمدة، المساعدة في الطريق.
شكرا، لكن لن تحصل على البنياتا. هذا الكنز لي، بمجرد أن أخرجه. البنياتا كنزي. الحبل. مدهش يا تشيس. شكرا يا رايدر. هيا نبدأ الحفل. أحضرتم البنياتا. شكرا. على الرحب، كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة. الآن بعد أن عادت البنياتا حان وقت فتحها. حظا طيبا، لو لم أكسر البنياتا لن يكسرها أحد. لا تكسر هذا النوع من البنياتا، عليك أن تسحب الشريط. ماذا؟ أنا أيضا. لا ليس هذا، التالي. أدخلني هناك، بعد هذا اليوم أنا أشعر بالجوع. همدينجر لا تفعل. أي نوع من الكعك هذا؟ ليس كعكا بالمرة، إنه طعام جراء لدورية المخلب. كانت هذه مفاجأتي لهم. أليكس، يا له من فتى رائع. نحبه يا دورية المخلب مستعدة يا سيد رايدر. حسناً، ما عدا روكي. شكراً على حضوركم سريعاً، إن روكي مفقود ولا يجيب على هاتفه. علم يا رايدر. أين هو؟ يجب أن نجده، إن قاربه تم الاستيلاء عليه من فريق القطط، لذا سوف أحتاج. سكاي، ابحثي بمروحيتك عن روكي من الهواء. سأحلق في السماء. القطط تلقي القمامة في الماء، وقد تكون ضارة لبيض السلاحف القادمة. زوما، أريدك أن تحاول إبقاء القمامة بعيدة عن السلاحف والشاطئ. هيا لنغوص. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات. هيا 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 المخلب. هيا 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 هيا. المخلب. هيا 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 هيا. زوما. هيا 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 هيا. دورية المخلب. سترة النجاة انتشار. يجب أن أعود لخليج المغامرة، أحتاج وسيلة نقل. قد أجد واحدة. يوجد بها فتحة. كيتي، أخبري المهندسة أن القضبان خالية. هيا ننزل القطار من على الجسر. سأفعل، لكنني قلقة. قلقة؟ كالي مفقودة. أسمعت ذلك؟ إنها كالي. تشيس، أيمكنك؟ تشيس مستعد. كالي، تسعدني رؤيتك. أوه كالي، لا توجد. أبشو. لا مشكلة. رايدر ومجموعته أنقذوا القطار، لكن أين كالي؟ كالي أيتها المشاغبة. شكرا لك يا تشيس، أنت جرو رائع. على غتشو الروح، أنا فقط قمت بعملي.
ما عندهاش. أجل لقد نجحنا. شكرا رايدر، شكرا لكم جميعا، كنتم رائعين. عند وجود مشكلة اطلب المساعدة. الجدة أرسلت حلوى. محاولة جيدة. جيد يا كالي. أتشو. بعد هذا الإنقاذ تستحقون وقتا للعب. أحسنتم يا جراء. سيد بورتر، انتظر حتى تتذوق الجزر اللذيذ الذي زرعته. هذا غريب، صف من الجزر اختفى. هذا الجزر ينمو إلى الخلف. أمسكتك. تماماً كما فكرت، أرانب. مرحباً مزارع يومي، ما الأخبار؟ أرانب، الكثير منها، إنها تأكل جزري. هل تساعدني أنت ودورية المخلب؟ اطمئني يا مزارعة، لا توجد مهمة كبيرة ولا جرون صغير. لا أرنب سيتجاوزنا. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. أنا بخير. انتظروني. حسنا، على الأقل لا يغطي عيني. نحن مستعدون السيد رايدر. شكرا لاستجابتكم السريعة يا جراء. زرعت المزارعة يومي محصولا من الجزر. ياه، أرنب لطيف. لطيف لكن جائع. تلك الأرانب تأكل جزر المزارعة يومي. علينا أن ننقلهم إلى مكان آمن حتى لا يأكلوا محصول الجزر. سيكونون آمنين معنا. آسف يا سكاي، إذا كان هناك الكثير من الأرانب في المزرعة سيكونون كثيرون جدا هنا. ماذا سنفعل معهم؟ سننقلهم إلى حقل كبير في التلال سيحبونه، لكن أولا يجب أن نمسكهم. رابل، أحتاجك وجاروفك لحفر خندق حول منطقة الجزر وإيجاد أنفاقهم. رابل يأتي مسرعا. شيس، سأحتاج مكبر الصوت ومهاراتك لتحريك الأرانب، وربما نحتاج شبكتك أيضا. شيس يتولى المهمة. نجحت يا رايدر، لقد نجحت حقا. أكثر من اللازم. إنقاذ رائع يا صاحبي. لن نتركه يطير مبتعدا. سكاي، وجهي الجدة للبيت. سأفعل يا رايدر. الأجنحة، سأحلق في السماء. أحسنت يا سكاي. أراكم في مبنى البلدية يا رايدر. مرحبا بعائلتي كبارا وصغارا. أهلا عمتي. جوستافو، يوليوس وجوستينا. ألا ينقص شيء؟ نعم، حسنا، أرسلت الجد غروفر ليتم تنظيفه. يبدو أنه يوم جد 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 جدنا غروفر، ولا يوجد جد 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 جدنا غروفر. انظروا، كلب طائر. الجد غروفر، عرفت أن دورية المخلب ستحضره. عاد الجد غروفر.
بالطبع يا عاد. الأجنحة. رايدر، جراء، لقد نجحتم. كيف أشكركم؟ كل ما احتجتي لنا، فقط اطلب المساعدة. دورية المخلب أنقذت اليوم. أنقذت يوم الجد جروفر. الجد يبدو لامعا للغاية. أوه، شكرا يا جوستافو. الجد جروفر بالفعل يبدو متألقا. هذا مؤكد. انتظر، انظر. يوجد حبار على رأسي. شكرا يا رايدر. على الرحب يا عمدة جودوي، ليبتسم الجميع. الآن هذا تمثال نظيف ولامع، ولا يوجد حبار. كنتم جراء جيدين اليوم. هيا استمتعوا. هيا. دورية المخلب. مرحبا رابل. مرحبا رايدر، أحتاج دورية المخلب وبسرعة. لماذا أنت في الظلام؟ انزلاق صخري عالق بنفق جبلي مع المهندس. هل يمكنك أن تخرجنا من هنا؟ اطمئن يا رابل، لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. نحن في الطريق. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. اغلق المشبك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. انتظروني. أو خمسة. واحد منا مفقود. هو أنا. نحن مستعدون يا السيد رايدر. حسناً، معظم دورية المخلب. نحن أحدنا مفقود يا رايدر. أعرف يا جراء، هذه المرة سننقذ رابل. رابل؟ هناك انزلاق صخري في النفق. رابل حاول أن يحل المشكلة بمفرده. مشكلة صعبة أن يحلها بمفرده. الآن هو والمهندس عالقان. تشيس، أحتاجك لرفع الصخور بعيداً عن الطريق. تشيس يتولى المهمة. وزوما، أريدك أن تقود حفار رابل. أنا؟ نحتاج شاحنة لإزالة باقي الصخور كي نخرجه. زوما يأتي مسرعاً. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات. هيا 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 المخلب. هيا 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 هيا. تشيس. هيا 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 هيا. زوما. هيا 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 هيا. دورية المخلب. واو يا أصحاب، كيف يعمل هذا الشيء؟ فهم. روكي، ما الذي تخاف منه؟ حسناً، الماء. هيا يا مارشال، لك هذا. وو وو، خرطوم. مستعد يا روكي؟ مستعد. كفى. وو. الآن سيكون لي رائحة الكلب المبتل. ورابل يخاف من العناكب. عناكب. لست خائفا، لست خائفا. هل انتهيت من كوني لست خائفا؟ مؤكد. العناكب مخيفة. الآن سكاي ومارشل. مارشل يخاف من الطيران. هذا ليس سيئا جدا. احترق. نسر كبير، لا أحب النسور. واو واو، لا أحب الطيران حقا. رائع. ماما الأرض. ياه، لم أظن أن دورية المخلب تخاف من شيء. رأيت؟
الجميع يخاف من شيء ما، لكن أحياناً يجب أن تفعل أشياء حتى وأنت خائف. إذا كانت الجراء شجاعة، إذن يمكنني. أنا سأذهب إلى الطبيب. أليكس، هل تساعد جرواً كي يكون شجاعاً أيضاً؟ من؟ ها؟ تشيس، خائف من طبيب الأسنان. أنا لا أحتاج لطبيب الأسنان. رأيت؟ ربما تساعد تشيس إذا رأى كم أنت شجاع. بالطبع يمكنني. هيا يا تشيس، إنه مجرد طبيب، هيا نذهب في نفس الوقت. حسناً. أحسنت يا أليكس. الطبيبة لطيفة جداً، أعطتني صوراً وفرشاة أسنان. أردنا غسل الأسنان والمحافظة عليها. هذا صحيح، شدت الطبيبة سنتي وسوف تنمو أخرى، انظر. أنا حقاً فخور بكما. تذكرا، كلما احتجتم شجاعة أكثر أطلبوا المساعدة أو صفروا. اسمعوا، يمكنني أن أصفر من مكان سنتي. رائعة. إنها تبدو رائعة. إنها جيدة لكن ينقصها شيء. الزلاجة، لا زلاجة. ليس لدينا وقت الآن، يجب أن نأخذ الكعكة لمبنى البلدية. روكي، هيا نحمل تلك الكعكة. لك هذا. مكبر الصوت. حسنا يا روكي، بيبوت. ركز على القاعدة، بيبوت بيبوت هكذا. أوه روكي، إنها تتحرك. إنها ستقع. نحتاج شيئا ليبقيها مستقيمة. ماذا عن؟ مؤكد يوجد شيء يمكننا استخدامه. رايدر، جدي. انتظر يا أليكس، نبحث عن شيء. شيء يمكنه تثبيت الكعكة كهذا. قضبان شاحنة، يمكننا وضعها كزلاجة لتثبيتها. فكرة رائعة يا أليكس، هيا جميعا فلنبني الزلاجة. جيد أنني تركت سيارتي والقضبان. حقا يا جدي. حسنا، استخدام القضبان لتثبيت الكعكة كان فكرة جيدة جدا. هكذا أصبحت ثابتة الآن، والفضل للقضبان. أتمنى أن تكون الأطول. هيا نتحرك، كاد الوقت ينتهي. وأفضل شيء في كعكة السمك المدهشة أنها مصنوعة من السمك. الزينة من قشور سمك حقيقية. كالي أحبتها. أوه، انظروا، كعكة المنطاد الطائر. ثانية، كعكة فائزة مجددا، دائما هناك كعكة فائزة. بعد 10 ثوان لن يكون هناك المزيد من المشاركات. 10 9 8 7. أوه لا. 4 3 2 1. وصلنا. نجحتم في الوقت المناسب، لقد أغلقت مسابقة أكبر كعكة. أهلاً سكاي، ما الأخبار؟ لدينا زائر في نقطة المراقبة. أنا أعرف من هو، نحن في الطريق. نقطة المراقبة تشبه سفينته الفضائية، إنه يحاول الطيران إلى وطنه. آسف يا صديقي، هذا لن يجدي. شيء آخر يزعج هذا الأخضر المسكين. أظن تلك أمه، ومؤكد يفتقدها بشدة، وليس طويلا. روكي، كيف الوضع؟ هل اقتربت؟ اقتربت بالفعل، انظر.
رائع! لقد أصلحها! كلما كنت في مشكلة فقط أطلب أو بيب 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 المساعدة. هيا! يا! فضائي! يطيرون في المركبة الفضائية. كم هذا رائع! ليس في روعتي أن نطير نحن بها. أنتم رائعون. أنهيتم العمل. هيا نلعب الآن بمتنزه الجيران. دورية المثلاث. أروع دورية المثلاث. دورية المثلاث. مستعدون أم لا؟ أنا قادم. لا أصدق أن مارشل فاتته المتعة. يا قطتي يا قطتي! أوه لا! ستنجرف إلى المياه العميقة! لا تقلقي! أوه! احترسي يا قطة! لا تنقلبي! فلنغطس! مرحبا يا قطة! مستعدة لجولة؟ انطلاق! أمسكتك! يتبقى قطة واحدة! كيتي! انظري! ها هي! هيا بنا! صعدت لمكان مرتفع! هذه مهمة لسلمي! السلم لأعلى! هيا يا قطة! هيا لننزل. تبدو خائفة. كيف سننزلها؟ أرجو أن أطير بطريقة أفضل. أرجو أن أطير بطريقة أفضل مما كنت. هل ستطير كل هذه المسافة؟ يمكنني هذا. أجنحة! هذا الجرو يجب أن يطير. احترس يا مارشال. أنا أطير. أنا أطير. أنا أطير. لقد نجحت. واو. 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 نحن مستعدون يا سيد راير. أصدقائي، لدينا حالة طارئة في حديقتنا الخلفية. الإوز يجب أن يهاجر مع باقي المجموعة، لكن يفقدون إوزة صغيرة. مزغب صغير، هذا خطأي. إذا لم نجده سريعاً سيغادرون بدونه. تشيس، أحتاج مكبر الصوت للنداء على مزغب. تشيس سيتولى المهمة. مارشل، مزغب سوف يبحث عنك. أريدك أن تبحث عنه أيضاً. سأنطلق. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات. هيا 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 المخلب. هيا 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 هيا. دوريات. هيا 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 هيا. دوريات المخلب.
تشيس، نادي على الصغير بالمكبر. مذغب لا يستجيب للنداء. ها، ريشة مذغب. أتشو، أنا حساس قليلاً للريش. أتشو، لقد ذهب من هنا.